السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة أسرار الزراعة والنبات. جولة خفيفة وما غاديش نطول عليكم في بريكو وما أقادير، وغنبدأ بهذا الفيزان وضيلات جداد كما كتشوفوا ديكورات زوينين فيهم بزاف ديال الأشكال والألوان، والثمن ديالهم 9 دراهم. للإشارة فهذا هو أول فيديو بالاسم الجديد ديال القناة، من بعد ما كان الاسم هو بي وي سيستيم، وبغيت نعرف الرأي ديالكم في التعليقات. ملي تنمشي لبريكوما أو لميستر بريكولاج، أول بلاصة كنمشي لها هي لازون ديال الجارديناج. ضروري تشوفوا هاد الفيزان تاهما، هادو ديال لي بالكون فيهم هاد اللون بيض زوين، يعني مغاديش يتأثر بالشمس. تي ديال 49 درهم، حالة دانيت في جوج دلوان، القهوي تاهو زوين مزيان، شي جمات شرجم ديال الكوزينة ولا شرجم ديال الفراح، المهم ديال لي بالكون. كاينين هادو تاهو ما عجبوني، علاش؟ كولور ديالهم يعني مات، ماشي بريون، وغلاض من الفوق دوبلي. نخليكم مع واحد النظره شامله لهاد الفيزان الكبار اللي عندهم، يعني ما يمكنش نصور لكم كل واحد بوحدو، غادي يكون الفيديو طويل وممل. صراحه عندهم فيزان زوينين مختلفين في الاشكال وفي الالوان. هذا لاتشورب ديال 45 ايترول انيفرسال، وعلى قبل جيت البريكوما ومزيان بزاف سيرتو النباتات الداخليه. الثمن ديالو 100 درهم كما كتشوفوا. بالنسبه للنباتات الداخليه كنستعملوه بوحدو، النباتات الخارجيه ممكن كتخلطوا مع التراب، نديروا اطلاله على الطابلو ديال الزريعه ديال النباتات المزهره، بحال كاين هنا الغازانيا، كاين الاراوله، بنت ليا البيتونيا تاع هي اللي ديجا درت عليها فيديو من قبل. والثمن ديالهم تقريبا ما بين 16 حتى 18 درهم. وهذه الزريعه ديال الغنباز اللي طاقت اريكتا، واحد النوع ديال الغنباز. نمشيو نشوفو الرايون ديال لي زونغري، هادو الأسميدة الكيماوية ديال النباتات المزهرة، هاهي أونغري جيرانيوم، كاع النباتات المزهرة. وكاين هاد السيكان الحسنيين، هادا اللوبي داغجيل، داك الحجر اللي تيكون في الفاز لتحت. نتمنى يعجبكم الفيديو، كما العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد. الطابلو الثاني ديال مختلف انواع بذور الزراعه، يعني ديال الخضره، وهاد الساشيات كيتراوح الاثمنه ديالهم ما بين 16 17 18 درهم. وهذا هو التورب اللي غادي ناخذ، وعلى قبله جيت البريكوما. ها هو انيفرسال ديال 45 متر. الله يسخر مشينا.